اهلا وسهلا بيكم في قناه صحه وتخسيس، معاكم دكتور حنس حشمت. النهارده يا جماعه هنكمل سلسله فيديوهات التوعيه الصحيه اللي بتقدمها مع بعض على القناه. الناس اللي اول مره تشوفني يا جماعه، القناه بتقدم مجموعه متنوعه من الفيديوهات خاصه بصفه عامه عن الصحه والتخسيس بصفه خاصه. يا ريت يا جماعه نرجع نشوف المحتوى من الفيديوهات الموجوده على القناه، ولو عجبنا المحتوى ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فتره فيديو جديد خاص بالصحه بصفه عامه والتخسيس بصفه خاصه. مفيش شك ان الدهون الزايده بتعتبر كابوس مزعج لكل الرجال وخاصه النساء، ففي معظم الناس يا جماعه بيلجأوا لعمليه شفط الدهون اللي انا اتكلمت عليها قبل كده، ولكن العمليات دي يا جماعه بيبقى لها ليها اثار جانبيه، عشان كده الكثير من الناس بيبحث على شتى الطرق علشان يحصل على قوام ممشوخ وجلد مشدود. كتره مراكز التخسيس وكتره حاجه اجهزه التخسيس وكتره الجلسات بتاعه اجهزه التخسيس، ولكن الناس كلها بتسال ما مدى جدوى هذه الجلسات وازاي تعرف كل تفاصيل الجلسة من غير ما يتنصب عليك من قبل المركز، لان في ناس للأسف بايعة ضميرها يا جماعة وممكن تعمل لك جلسات مقابل ان هي تاخد الفلوس اللي معاك، ولكن ما يهمهاش النتيجة اللي انت هتحصل عليها، وعندها الف سبب وسبب ليه انت ما حصلتش على نتيجة استخدامك هذه الجلسات. النهاردة هنتكلم في الحلقة عن جهاز الكرايو او الكرايو شيب لجلسات التخسيس علشان نعرف كل التفاصيل بتاعتها علشان سيادتك ما يتنصبش عليه من قبل مراكز التخسيس. خليكم معايا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد فاصل، اهلا بيكم مره تانية في قناه صحه وتخسيس. دكتور، ايه هو الكرايو؟ الكرايو شيب يا جماعه ليه مسميات اخرى، تجميد الدهون اللي هو فات فريزنج، او بنسميه النحت البارد، او تحلل الدهون بالتبريد. دي عباره عن تقنيه يا جماعه ظهرت في الالفيه الجديده، وفي كتير من الاجهزه المتخصصه في تجميد الدهون الزائده، ولكن اشهرها الكرايو. وافقت عليها الاف دي اي في 2010 يا جماعه عشان يقللوا الدهون اللي موجوده في الخصر والبطن، وافقت عليها في شهر 4/2014 عشان يعالجوا بيها الدهون تحت الجلد اللي موجوده في منطقه الفخذ. طيب ايه اليه عمل جهاز الكرايو؟ بيشتغل ازاي؟ اول حاجه هو يا جماعه بيعمل تجميد وتكسير الدهون الزايده في بعض المناطق، بعد كده بيعمل على شد الجلد. الجهاز يا جماعه بيطلق ترددات صوتيه متذبذبه تعمل على تفتيت الدهون بتبريدها بدون ما تأثر على باقي أجزاء وأنسجة الجسم المحيطة بالخلايا الدهنية اللي بيتم تجميدها. مبدأ عمل الجهاز يا جماعة، الفكرة جات منين؟ الفكرة جات إن العلم بيقول إن الدهون بتتأثر عند وجود درجات حرارة منخفضة، ودلوقتي وتصل برودة جهاز الكرايو لحد 8 أو 14 تحت الصفر. طب يا جماعه ايه هي خطوات عمل جهاز الكرايو؟ اول حاجه بيحط جل بارد يا جماعه على منطقه البطن عشان يحمي السطح بتاع الجلد، وبعد كده بيفرد منديل صغير فوق الجل، وبعد كده بيسلط الجهاز على المنطقه ويفضل يقلل درجه الحراره لحد ما تصل لخمسه او ثمان درجات تحت الصفر، والنتائج اسرع بيوصل درجه الحراره لحد سالب 14، يعني 14 تحت الصفر. مده الجلسه 45 دقيقه. بعد انتهاء الجلسة لازم ندلك المنطقة يا جماعة لمدة دقيقتين علشان تحسن النتيجة اللي ممكن تحصل عليها. طيب ايه هي اجزاء الجسم اللي ممكن يستخدم معاها جهاز الكرايو؟ اول حاجة لازم تحط في دماغك ان الجهاز لا يعمل على التخسيس او فقدان الوزن زي ما الدعاية بتقول، لكن هو بيستخدم لمناطق معينة وليس للجسم كله، يعني مثلا منطقة البطن، منطقة الارداف، منطقة الفخدين، الدراعين، تحت الدقن، الفك، الظهر، الجوانب، تحت المؤخرة، على طول خط حمالة الصدر. طيب ايه هي مميزات جهاز الكرايو مقارنة بعملية شفط الدهون، سواء كانت عملية شفط الدهون بالجراحة او بالليزر؟ اول حاجة يا جماعة جهاز الكرايو ما فيهوش اي تدخل جراحي او حتى تخدير موضعي، ما بتحتاجش سيادتك لمسكنات، كمان بيشتغل على الدهون ومش المية تحت الجلد مثل باقي وسائل التخسيس الموضعي. خلي بالكم معظم وسائل التخسيس الموضعي بتخسس وزن الجسم من الميه الزايده فقط مش من الدهون. ينفع اعمل جهاز الكرايو يا جماعه على جميع انواع البشره،
ما بيأثرش على الأنسجة المختلفة والعضلات، وبالتالي سيادتك بعد الجلسة تقدر تمارس نشاطك بصورة طبيعية على طول. طب يا جماعة، امتى تظهر فعالية نتائج الكرايو، او ايه هي فعالية جلسات الكرايو؟ اول حاجة يا جماعة، في شوية عوامل ممكن تتوقف عليها نتائج الكرايو، زي كمية الدهون اللي انت عاوز تجمدها وعاوز تتخلص منها. لكن من اول جلسة المفروض بتنخفض المنطقة بمعدل من 10-25%، وطبعا نسبة الانخفاض دي بتزيد بزيادة عدد الجلسات، اللي هو المنطقة الواحدة ممكن من 2-4 جلسات، والفرق بين كل جلسة يا جماعة من 4-6 أسابيع، مش زي ما معظم المراكز بتعمل كل أسبوع جلستين عشان خاطر المكسب المادي فقط لا غير. طيب يا جماعة، السؤال الأشهر، إيه مصير الدهون بعد ما تتجمد في الجسم، أو إزاي بتخرج هذه الدهون؟ أول حاجة يا جماعة لازم تعرفوها، لما بطبق درجات حرارة منخفضة الخلايا الدهنية دي بتموت، فبيحدث تدفق للخلايا الالتهابية خلال 3 أيام. الخلايا الالتهابية عددها بيزيد جدا خلال ال 14 يوم، وتصبح الدهون محاطة بالخلايا الليمفاوية وخلايا تانية اسمها خلايا وحيدة النواة بتغلفها وبتهضمها كجزء من استجابة الجسم الطبيعي للالتهاب. بعد 4 أسابيع بيقل حجم الالتهاب وبيتقل الخلايا الشحمية، علشان كده هو ده السبب اللي لازم يكون فيه فاصل زمني بين كل جلسة والأخرى من 4-6 أسابيع. الجسم يا جماعة بيعتبر الدهون المجمدة مخلفات waste products، فبالتالي بيسهل ان هو يتخلص منها عن طريق البول والعرق. طب يا جماعة، ايه هي اضرار والاثار الجانبية بتاعة جلسات الكرايو؟ خلال الجلسة سيادتك بتشعر بسحب وشد على الجلد، ألم بسيط كأنك بتمارس الرياضة، احمرار والتهاب بسيط، الشعور بالبرودة والانتفاخ، الاحمرار والوزمة والكدمات أمر طبيعي يا جماعة بيحدث لدى 60% من المرضى، وده بيختفي تلقائيا لوحده بعد 10-20 يوم حسب طبيعة جسم كل شخص. بيحدث حرقان وتنميل بيزول بعد عدة أسابيع، ولكن يا جماعة نخلي بالنا إن جلسات الكرايو ليها خطر لآلام الأعصاب، الناس دي ما بتعرفش المعلومة دي أو الدعاية ما بتقولهاش. أقل من 1% بيحدث عنده مضاعفات عكسية بتسمى تضخم الدهون المتناقض، ودي عبارة عن حالة فيها بيزداد عدد الخلايا الدهنية في المنطقة بدلا من انخفاض. طب يا جماعة، ايه هي محاذير وموانع استخدام جهاز الكرايو؟ طبعا عشان ما بنتصل بأي مركز بيعمل الجلسات دي يا جماعة يقولك اي حد ممكن يعملها. اول حاجة الحمل يا جماعة ما ينفعش، مرضى التهاب الكبد الوبائي سي، الناس اللي عاملة الفتق السري او عندها فتق سري او ارابي، الناس اللي عندها حساسية من البرودة، الناس اللي خضعت لجراحة تركيب صفائح، او المرضى اللي عندهم المفاصل المعدنية المركبين شرايح ومسامير يا جماعة في اي جزء من الجسم، الناس اللي بتحط جهاز منظم ضربات القلب اللي هو اسمه البيس ميكر، اجراء عملية جراحية بالمنطقة اللي انت عاوز تخسسها خلال 6 أو 12 شهر زي مثلا الولادة القيصرية، مرضى السمنة يا جماعة فوق 90 كيلو غير مؤثر، الأفضل ليهم إن هم يعملوا شفط جراحي للدهون. أقل من 18 سنة يا جماعة ما ينفعش أعملها لطفل أقل من 18 سنة، لأن الجسم ساعتها ما أخدش الشكل بتاعه النهائي. كمان يا جماعة مرضى الغدة الدرقية، مرضى القولون العصبي، ومرضى الأعصاب لتأثيره على الأعصاب وتسببه في آلام شديدة في الأعصاب. كمان يا جماعة مرضى رينود، وده عبارة عن اضطراب في الأوعية الدموية، الناس دي يا جماعة بيجي لها زرقان في الأطراف أو زي أصابع الإيد وأصابع الرجل. طيب يا جماعة، إيه هي تكلفة الجلسات بتاعة الكرايو؟ ده بيختلف من مكان لآخر، عندنا هنا في مصر من 200-800 جنيه للجلسة الواحدة. خلوا بالكوا المناطق المزدوجة في الجسم دي بيعتبروها بيشتغل على الاتنين كأنها جلسة واحدة، يعني الدراعين بيعتبرهم منطقة واحدة، الفخدين بيعتبرهم منطقة واحدة. في الخارج بيصل سعر الجلسة يا جماعة ل$100-$200، والتكلفة الأصلية طبقا لعدد الجلسات. بعض العيادات الكبرى يا جماعة بتجيب أجهزة كبيرة تعمل بيها الكرايو، وبيبقى فيها مراحل لجلسات الكرايو، منها أول حاجة بيجمد الدهون، بعد كده يكسر الشحوم، بعد كده يشد البشرة، بعد كده عنده المرحلة الرابعة لايبو ليزر لتصريف الدهون عبر الطرق الليمفاوية. مدة الجلسة عبارة عن 2 ساعة، كل مرحلة نص ساعة كاملة. من نتائج الجلسات الضخمة دي يا جماعة ان هي بتنقص من 3-7 سنتي فورا او خلال 20 يوم على الاقصى حسب
تركيز الدهون بالمنطقه ونوعها. لكن سعر الجلسه دي كام يا جماعه؟ تخيلوا بيصل سعرها ل 30,000 جنيه، عباره عن جلسه تنحيف بالتبريد اللي هو الكرايو معاهم جلستين كافيتيشن. طيب نيجي للسؤال اللي اتسالته بصوره مباشره على القناه، ايه راي حضرتك في جلسات الكرايو؟ اول حاجه يا جماعه، جلسات الكرايو اي حاجه دلوقتي بنلزقها بكلمه التخسيس، عشان الناس كلها بتبحث على التخسيس بشتى الطرق. اول حاجه الجهاز ده او الجلسات دي لا تستهدف الدهون الحشويه، وبالتالي مش هتحسن صحتك العامه. وخلي بالكم تفشل جلسات الكرايو بنسبه 1 من كل 10 اشخاص. طيب هل بتدوم النتائج بتاعتها؟ يعني هل الدهون ممكن تعود للتراكم بعد الجلسات؟ طبعا اكيد، في حاله ان سيادتك ما تلتزمش بنظام غذائي وسيادتك تتناول الاطعمه غير الصحيه المليئه بالسعرات الحراريه. ولكن للامانه اكتساب الوزن يتم في المناطق اللي انت ما عالجتهاش بالكرايو الاول، وبعد كده المناطق اللي انت عملت عليها الجلسات. لذلك يا جماعه يجب عمل الجلسات امتى؟ بعد سيادتك ما تعمل نظام غذائي توصل لوزنك المثالي، وعند لما تجد صعوبة في إزالة بعض الدهون من مناطق محددة بالنظام الغذائي أو بممارسة الرياضة وعملت الاتنين دول وفشلت، ساعتها بيعمل جلسات الكرايو للتخلص من الدهون العنيدة في أجزاء معينة من الجسم. لكن ماذا بعد الكرايو؟ لازم نظام غذائي وتتجنب الكحول والتدخين والكافيين. طيب مين الأفضل يا دكتور، الكرايو أم الكافيتيشن؟ في حلقة إن شاء الله قريب عن الكافيتيشن لكشف كل التفاصيل الخاصة بيه، زي ما عرفتكم كل التفاصيل عن الكرايو. أتمنى الناس تشارك تجاربها، اللي عملت جلسات الكرايو تشارك تجاربها الحقيقية أسفل الفيديو في الكومنتات أسفل الفيديو، أتمنى عشان الناس كلها تقدر تستفيد منها. أتمنى الفيديو ده يكون أفاد كل الناس بعيدا عن الاستغلال بتاع الدعاية والعيادات الخاصة. أتمنى الفيديو يكون أفاد كل الناس. لو أفادنا الفيديو ما ننساش نضغط لايك للفيديو، نشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل فترة فيديو جديد خاص بالصحة بصفة عامة والتخسيس بصفة خاصة. وياريت يا جماعة ما ننساش نشير القناة كل أصحابنا عشان الناس كلها تستفيد. شكرا لكم، كنت في قناة صحة وتخسيس، كان معكم دكتور حنس حشمت. ألف سلام.